بردان، ليش معك لابس غير اللباس؟ ماما شو صار بخيمتكم وقت اللي شتت الدنيا؟ عندكم صواب؟ عندكم لباس؟ احكي لي. في عنا صوابات بس ما بيدفننا، ما بيدفننا كتير. الصوابات شي بيحماني، بنفتح عليه الخيمة بالسقية بدنا ندف فيها أسا. ما عم نحسن الصوبة اللي عنا ما عم تدفينا، عم نحط فيها شراشيب، شحاطات، هيك شغلات ما عم تدفينا، ما عم ندفع، عم نضل بردانين. يا أبو أحمد يعني بصراحة الخيمة التي لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، يعني خيمة صار مبنية 6 سنين يعني احترت، فبالعاصفة اللي اجت علينا يعني هي بالأساس الخيمة مهترية، وهالعاصفة هاي الخيام تشقشقت وانهدت فوق أصحابها. يعني الطفل بالمخيم بشكل عام بالنسبة للأطفال المخيمات انحرموا حقوقهم بشكل عام، يعني الطفل انحرم التعليم، بحاجة للباس شتوي هلق بفصل الشتاء، بحاجة لتدفئة، وهاي المواد كلها يعني معدومة غير موجودة.